أول شيء الحمد لله أشكر الله، نتيجة أظن أكثر من رائعة، أداء كان ممتاز خصوصا الشوط الثاني. الشوط الأول كان هناك صحيح تحفظ، لكن الشوط الثاني شوية بان الفريق بدأ يخرج في المرتدات، بدأ يصل إلى المرمى، خلق فرص كثيرة. مع التغييرات المدرب كذلك، مدرب قراءة جيدة ويدرك قراءة المباراة مع تغييراته، غيرت المباراة بشكل كامل. بعد دخول صبيري، صبيري كان وراء الهدف الكرة ثابتة، نعم، ثم اعتمد على المرتدات جاء الهدف الثاني على طريق الكوين. واعتقادي تعامل المدرب مع المباراة كان ذكي جدا، يعني بعد تسجيل الهدف اقحى المدافع اخر راس مع الملعب خمسة مدافع في عمق الدفاع مع لاعبين الاطراف خمسة مدافع مع 4-1 اعتمد اكثر شيء على المرتدات. سجل الهدف الثاني، مبروك المغرب، مبروك اللاعبين على الاداء القوي والرجولي، ومبروك اكثر لهذا الجمهور الذي كان احد وراء اسباب فوز المغرب اليوم بتشجيعاته ومساندته للمنتخب طيلة المباراه من اول دقيقه الى اخر دقيقه. نتمنى ان شاء الله هذه تكون بداية جيدة كذلك، وتكون أعطينا حافز وأعطينا ثقة أكثر في المباراة إن شاء الله. نبقى دائما على تركيز، أنا لازلت البطولة طويلة إن شاء الله، ونحسم التأهل هو الأهم والدور المقبل إن شاء الله. وائل، شيء كبير أن منتخب المغرب أمام ثاني العالم وثالث العالم، أمام ثالث الصف العالمي يتعادل في المباراة الأولى، يفوز في ثانية ويحافظ على شباكه نظيفة ويتصدر هذه المجموعة الآن ويصبح قاب قوسين أو أدنى من دور الحمد لله. أداء كبير من المنتخب المغربي أيمن في المباراة اللي فاتت ومباراة النهاردة. ونرجع تاني لنقطة إن التصنيف، وقلت لك التصنيف قبل المباراة لا يعني ولا يعكس قيمة المنتخب. والباندا ينطبق عليه كذب المجموعة وصفر. بالضبط. المنتخب المغربي بصراحة يستحق الثناء ويستحق الشكر ويستحق التقدير، واللي يستحق التقدير أكتر الجمهور المغربي اللي حاضر في الملعب ومال الملعب كأنه بيلعب في الدار البيضاء بالظبط. فأداء كبير جدا من المنتخب النهاردة، تعامل ممتاز من وليد الركراجي. النقطة الأهم التوفيق، التوفيق كان في الهدفين اللي أحرزهم، التوفيق في التغييرات اللي عملها وليد، أكتر من نقطة فنية اتعملت بشكل جيد، تعامل مع التغييرات وتوقيت التغييرات بشكل أكتر من ممتاز. لما سجل الهدف لعب بخماسي في الدفاع عشان الكرات العالية، نزل جواد اليمين ونزل عطية الله اللي برضه للمباراة الثانية بيقدم أداء جيد جدا في الناحية الشمال. انما انتصار مهم جدا، وانتصار في وقته يأكد قوة المنتخب المغربي ان شاء الله، ويديله دوافع في المرحلة اللي جاية.